السلام عليكم، معكم دكتور إيمان محي الدين طبيبة أسنان. الفيديو تاع اليوم راح نجاوبوا فيها على 5 أسئلة فيما يخص التلقيح ضد فيروس كورونا. يوجد احتمال صغير أنه حتى الشخص بعد تلقيه اللقاح قادر تنتقل إليه العدوى، ولكن اللقاح راح يحفز مناعة الجسم بحيث أنه الشخص الملقح لو تعرض للعدوى الجسم رايح يكافح بسرعة ورايح يجنبه المضاعفات الخطيرة مثل التنفس الاصطناعي، الدخول إلى العناية المركزة أو حتى الموت إذا قدر الله، وبالتالي التلقيح راح يحمي الشخص والمقربين إليه. يمكن للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة تحت المراقبة الطبية تلقي التلقيح وبصفة عادية. يمنع التلقيح بشكل مطلق على الأشخاص الذين تعرضوا مسبقاً إلى ردود فعل خطيرة كالحساسية تجاه بعض الأدوية أو اللقاحات الأخرى، ويمنع بشكل مؤقت على النساء الحوامل والمرضعات، وكذلك على الأشخاص المصابين بعدوى كوفيد-19 المصحوبة أو لا بأعراض إلى حين تشافي. تبلغ فعالية اللقاح 30% بعد 15 يوم من تلقي الجرعة الأولى و 90% بعد 15 يوم من تلقي الجرعة الثانية، ولكن حتى بعد بلوغ هذه النسبة من الفعالية يجب الإبقاء على وسائل الوقاية. طبعا لا يوجد أي علاقة بين البنج وبين التلقيح، ولكن في بعض الأحيان الشخص بعد تلقيه التلقيح قادر يكون عنده بعض المضاعفات الطفيفة مثل الحمى أو تعب، لذلك يرجى تأجيل الموعد عند الطبيب حتى بعد اختفاء هذه المضاعفات. إلى حد ساعة لا تتوفر المعلومات الكافية بخصوص مدة الحماية التي يوفرها هذا التلقيح، ولكن الأكيد هو أنه من الضروري تلقيح 80% من سكان كل بلد من أجل الحصول على مناعة الجماعية أو مناعة القطع والقضاء على هذا الوباء بإذن الله. مع تمنيتنا للشفاء لجميع المرضى، دمتم في رعاية الله وحفظه.